حبايب قلبه مقشر ده داخل مصر وخارج مصر. من ده احنا متنساش في اللايك والاشتراك والفعل زر الجرس كل جديد وصلت مكنبر قناه مقشر في الاكلات يا احلى متابعين. داخل مصر وخارج مصر وحشتوني يا احلى متابعين، وحشني دعمكم ليا، وحشني وقفتكم معايا يا احلى متابعين. بتقفوا طبعا مع الناس الغلابه ودايما كده رافعين راسنا، ربنا يكرمكم ويديكم الصحه. داخل مصر وخارج مصر يا احلى متابعين مصر، دعوه حلوه كده منكم من بقكم الحلو كده لابني، ربنا يشفيه ويعافيه هو واللي زيه. طبعا انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات كان غصب عني. يا احلى متابعين المؤشر ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وكل جديد هيجي لكم من قناه المؤشر يا احلى متابعين المؤشر. دي طبعا انا وبطوط بنتي يا احلى متابعين، دعمكم معانا كده ووقفتكم معانا بعد ربنا يا احلى متابعين المؤشر، ودعوكم كده ان شاء الله يا احلى متابعين المؤشر. فاللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، دعوتكم لنا كده هتستجاب ان شاء الله. دعوه حلوه من بقكم كده، واكتبوا لي كلام حلو. بحب اسمع كده ايه سؤالكم عليا يا احلى متابعين المؤشر. سنه بقى في الكومنتات، اهم حاجه الكومنتات. تعالى يا اشرف. قبل ما اعمل بحبوك قوي، باي.